السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح كيفية استعادة أو تشغيل الوضع الاحترافي في حالة ما لم يكن موجود على البروفايل الخاص بك. كيف تقوم بمراسلة دعم الفيسبوك من أجل أن يتم تشغيل الوضع الاحترافي على البروفايل الخاص بك على الفيسبوك؟ في البداية، فهناك العديد من الإخوة راسلوني فيما يخص هذه المشكلة، عدم ظهور ميزة الوضع الاحترافي على البروفايل الخاص بهم على الفيسبوك. لذلك إن شاء الله سوف نشرح مجموعة من التفاصيل، وكذلك سوف أشرح لكم كيف يمكنك أن تقوم بمراسلة الدعم الفيسبوك من خلال الحساب الخاص بك. يتم إضافة هذه الميزة إلى البروفايل الخاص بك. إذا كان يهمكم الأمر فتابعوا معي الشرح. بعد دخولك إلى البروفايل الخاص بك على الفيسبوك، سوف تذهب إلى هذه النقطة الثالثة، سوف تجد أن الوضع الاحترافي غير موجود على البروفايل الخاص بك على الفيسبوك. لماذا؟ ربما هذا الحساب حساب جديد، أو ربما قمت بإنشاء بروفايل على حساب الرسمي، وسوف أشرح لكم هذه الميزة، فهي متوفرة في تطبيق الخاص بالفيسبوك. إذن من أجل أن تقوم بتشغيل هذه الميزة، فيوم أمس كان لدي حساب على الفيسبوك لم تكن فيه الوضع الاحترافي، كانت الميزة غير متوفرة فيه، فقمت بمراسلة الدعم وتم إضافة الميزة على البروفايل الخاص بي في غضون 24 ساعة. تذهب إلى الصورة الخاصة بك على الحساب بهذا الشكل، تنقر عليها بهذا الشكل، بعد ذلك تذهب إلى المساعدة والدعم، تنقر عليها بهذا الشكل. هنا سوف يعطيك المساعدة والدعم، مركز المساعدة، بريد الوارد، سوف تجد الإبلاغ عن المشكلة، سوف نختار هذا الخيار. بعد ذلك هنا ساعدنا على تحسين تجربة فيسبوك، نحن سوف نختار حدث خطأ. بعد ذلك تقديم ملاحظة للفيسبوك، هنا سوف تقوم بالنقر على تضمين في البلاغ. بعد ذلك سوف تختار هنا مثلا المنطقة أو خيار أو غيرها من التفاصيل، سوف نقوم بعملية البحث أو تقوم باختيار الشيء الذي تريده، يعني سوف نختار مثلا الملف الشخصي الخاص بنا على هذا الشكل كما تلاحظون، الملف الشخصي. هنا سوف تقوم بكتابة الرسالة، هذه هي الرسالة بهذا الشكل، ثم نقوم بوضعها هنا. فبالنسبة للرسالة، لدي رسالتين، رسالة باللغة الإنجليزية ورسالة باللغة العربية. المهم أنت لك الحرية في عملية الاختيار. سوف أقوم بقراءة لكم الرسالة. مرحبا فريق الدعم الخاص بالفيسبوك، لدي مشكلة متعلقة بعدم ظهور ميزة الوضع الاحترافي على حسابي على البروفايل حسابي على الفيسبوك، المرجو إعادة النظر في الحساب وحل المشكلة، وشكرا لكم على جهودكم المبذولة. أو يمكنك أن تقوم بكتابة شكرا لك إن صح التعبير. هنا يقول لك إضافة لقطة للشاشة أو فيديو موصى به. على سبيل المثال سوف نذهب نختار فيسبوك، بعد اختيارنا للفيسبوك نذهب إلى البروفايل الخاص بنا، بعد ذلك سوف نذهب إلى النقط الثلاث، بعد ذلك نقوم بعمل لقطة للشاشة حتى يتأكدون من عدم وجود الميزة على البروفايل الخاص بنا على الفيسبوك بهذا الشكل. هذه لقطة للشاشة، نقوم بعمل، نقوم بكتابة الوضع الاحترافي، نعطيه رقم واحد، ثم نعود مرة أخرى نختار هذا الشيء. المهم نحن سوف نقوم بإرفاق هذه المسائل أو هذه المستندات أو هذه الصور
حتى يتأكدون من عدم توفر الفيزا في الحساب الخاص بنا ليتم مراجعة، ثم نعود مرة أخرى هنا نقوم بعملية رفع الصور التي قمنا بالتقاطها، هذه هي الصور، ثم نعمل لها كما تلاحظون الآن قد قمنا برفع الصور. هنا يرجو إخبارنا إذا كانت لديك أفكار من شأنها مساعدتك على تحسين منتجاتنا، وإذا كانت إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن حل مشكلة محددة يرجو زيارة مركز المساعدة. بعد أن قمنا بهذه الخطوة كما قلنا قمنا باختيار كيف يمكننا التحسين، مثلا كما قلنا قمنا باختيار الملف الشخصي، هنا أيضا هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها. فمثلا أنت لديك مشكلة متعلقة بالماسنجر أو آخر أخبار أو الأداء أو غيرها من التفاصيل يمكنك أن تختارها. نحن كما قلنا لدينا مشكلة في الوضع الاحترافي متعلق بالملف الشخصي، قمنا بكتابة الرسالة، قمنا بإضافة لقطة للشاشة أو خاصة بالمشكلة، بعد ذلك سوف نقوم بعملية الإرسال. ثم ننتظر لبضع ثواني ريتما يتم إرسال الرسالة، وسوف ننتظر لمدة 24 ساعة. كما تلاحظون تم إرسال الرسالة بنجاح، الآن يجب علينا الانتظار لمدة 24 ساعة وإن شاء الله سوف يتم حل هذه المشكلة واستعادة الوضع الاحترافي على البروفايل الخاص بنا. كما تلاحظون فغير متواجد الوضع الاحترافي. كذلك هناك أمر مهم جدا، فإذا كنت قد قمت بعمل قفل للبروفايل الخاص بك على الفيسبوك فلن يظهر لك الوضع الاحترافي، يجب إلغاء القفل، وشرحت هذه المسألة من قبل. عدنا لكم بعد أن قمنا بمراسلة الدعم الخاص بالفيسبوك يوم أمس، اليوم تم الحمد لله إضافة ميزة الوضع الاحترافي. أنا الآن قد قمت بتشغيل الوضع الاحترافي على البروفايل الخاص بي، فكما قلت فبعد مباشرة بعد مراسلة تم الاستجابة إلى الطلب الخاص بنا، والحمد لله الآن قد تم تشغيل الوضع الاحترافي بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. إخواني الكرام، فللإشارة فقط قم بتطبيق الطريقة التي قمت بشرحها، وإن شاء الله سوف تتمكن من استعادة أو سوف يتم إضافة خاصية الوضع الاحترافي على الحساب الخاص بك على الفيسبوك مباشرة. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.